now we have our pre primary students performing his test assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ismi muskansi sidkha anafis fifth third assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ismi Afiyanaz, adrusu fi saf fifth السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسمي مهناز مهرين ادرس في الصف السادس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسمي نوما. ادرس في الصف السادس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقرا من قوله تعالى في جنه عاليه بسم الله الرحمن الرحيم في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موزوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوطة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما عند فقه حسبك اقرأ من قوله تعالى وإذا الجنة أزلفت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمت نفس ما أحزرت فلا أقسم بالقنس الجبار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع سمع أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت عنه تلهى اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه على رجعه لقادر بسم الله الرحمن الرحيم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى الصرائر فما لَحم فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والعرز ذات السدر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بصرت علمت نفس ما أحضرت فألمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الذين حسبك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم {يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يصيرا} وينقلب إلى أهله مسرورا وأما, من, من قفت أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه وراء زهري بسم الله الرحمن الرحيم والفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال النشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وثمود الذي التي لم يخلق مثلها التي لم يخلق مثلها في البلاد حسبك جزاك الله خير